مرحبا بكم في حصة حكايتك حكاية اللي معمرة بالحكايات. كي خضر مفتش دخل ايكول بغى يسي لي زيلاف دخل بريمير كلاس قال له نوض نتايا ناض الالف الاول قال له من قتل ابو لهب ناض قال له والله ما انا استاذ قعد قال لك تعاق عليا جمع عاود عيط للزهوج قال له من قتل ابو لهب قال انا تاني والله ما انا هي المدير تاع داك الايكول تنرفى دخل قال له انت راك متاكد بلي ابو لهب مات عندي هنا في كلش السلام عليكم. ايبيزود جديده تاع حكايتك حكايه ولينا لكم على بالنا بلي والفتو هاد لي ميسيون خاطر هاد لي ميسيون سي لا سول اللي جايه من عند الشعب وللشعب. هاد لي ميسيون لقيتو فيها الضحك لقيتو فيها عباد يغنوا لي لقيتو عباد يشطحوا لقيتو عباد ما يحكوش ولقيتو عباد يطيحوا في دي بياج اللي نديروهم لهم. تابعونا قال لك واحد الراجل يكره مرته ويخام منها بزاف بزاف تاع بزاف هذيك المهم ديما يدعي لها كيصلي هكا ديما يدعي لها مع كيخلص صلاته يزيد يديها ربي يا ربي يجيب لها مصيبه يا ربي يقتلها يا ربي يديها عليا. اي واحد النهار قاعد يصلي كيما هكا ومن بعد خلص صلاته كيما هكا وقفت عند راسه هي اي شافك قال له يا ربي كيما البارح طبي غو باين نقول لك حاجه حكايتك حكاو قال لك خطره واحد دخل للسطاد خطرته الاولى يدخل للسطاد كاع النهار ويشوف في السماء كيشوف يشوف جا عندها واحد قال لها صاحبي مالك راك تشوف غير في السماء قال لها شفت كل شيء كما تيليفزيون غير مباشره لي ما لقيتهاش جزائري عرض واحد امريكاني قاعدين يدور في سنتر فيل ملا الجزائري هذاك شاف كلب هاز قفة وراح يقضي سقسى الأمريكان قال له احنا عندنا الكلاب يقضيو ما عليش دارت الدورة واحد ليامات زاد عرضو الجزائري هذاك جا لهنا باقي يدور هكا في سونتر فيل شاف هذاك الجزائري شاف منه لقى طاكسي قديمة راشية قديمة هز حجرة وضربها كي ضربها خرج من تحتها كلب بطلي بلا قريسة منه قال له وش هو هذا الكلب قال له هذا الكلب احنا عندنا هنا كلب يخدم ميكانيسيا قال لك واحد نهارا واحد كان كل ما ينوض هكا يسخي روحه كلب ايا راح عند بسيكولوج فوت قال له راني نسخي روحي كلب بزاف قال له من وين صارك تسخي روحك كلب قال له ملي كنت جرو قال لك واحد المره قال لك بلي واحد شرا بارابول قال لك طلعوا للسطح وخلاه قال لك هو عنده مالي قال لهم باللي ما تبقاش تطلعوا فوق السطح انا شريت كلب كبير بالكم يعاودكم اي قال لك خوه تغفله وراح طلع للسطح من طلع للسطح اي قال لك حل الباب غير بشويه اي قال لك هو دو قالوا له يا درا شاف شفت قال شفت غير الطبسي اللي ياكل فيه قال لك مره واحد مريح في الشط تاع البحر قال لك اخويا جا معدي عليه واحد هو هاز كانيش قال له منين جبتو هذا قال له خدمته يعني سرقو قال لك هذاك زمان هكا ومريح قال لك لقاه جاب نعجه قال له خدم لي زوج كلاب ولي يبقاو قطط خبشني خمس خطرات خشبت ايوا خبشت خمشي قمش خبشت خشمي خمس خبس خبشات خبشت خشمي خمس خبشات كان واحد الخطره واحد الجزائري في ان كارتي تاع لي كولون تاع الاستعمار جا معدي هو المسكين زوالي جزائري مدير الرزه لابس سروال عرب عدى على واحد الروميه عندها حشاكم واحد الكلب يكره العرب ديما منين يشم العربي لازم يعضو واش يروح يدير هذاك هو الاخر يشوف والاخر يشوف الاخر يشوف وهذاك يشوف عضو الكلب حشاكم راحت هذيك القاورية الرومية هزت ديبوزات بلان طلعوها للشرع جا مسيو لي جوج واش قال له
قال له راكونت موا كاسكي باسي. هو ما يعرفش القاوريه واش قال له. قال له اتونسيون مسيو لو جوج موا لو كارتي باسي لو شيان تروفي لو شيان ريغاردي موا ريغاردي لو شيان ريغاردي موا ريغاردي لو شيان اتاكي موا ريغاردي. ولا انت يا صديقي حكيت حكايه ثقيله ورايح ننعس. جزائري وامريكاني وفرنساوي كانوا ماشيين يعذبوهم كانوا ماشيين يجلدوهم. ايا قال لهم شو نجلدوكم بصح عندكم تادوا تعملوا حاجه فوق ظهركم باش ما جا الامريكاني قال لهم على المولي مخده يعني مخده قدروا يجلدوه حتى وصلوا ضربوه. جا فرنساوي قال لهم على المولي زوج هي وصلوا لظهره. كي جا جزائري قال لهم حطوا امريكاني وفرنساوي فوق يضربوني. صح هاي تنيغوسي على تريكوات والحكايه صح كي نعطوك تريكو شحال تحكي لنا تريكو حكايه ونص حكايه وتريكو الاخر ثلاث تريكوات زوج حكايات ثلاث تريكوات زوج حكايه ما تساعدنيش انا نعطيك تريكو واحد احكي لنا زوج لا تريكو واحد نحكي لكم حكايه ونص فيهاش تحبي لي الخساره من بعد نخسر انا في لافا معليش نساعدك يعني ما فيهاش بصح نساعدك والله لا عيب عليك نورمالمون كاع حقك تزيدي فيرسي درام باش تباني في تيليتيا تيقع مريضات هي حسب روك كاع مدام اليزا دروج لو كان ما جاوش يطلعوا واش يديروا يهبطوا زعما غير تهبطوا كي تحب تطلع واش دا دي صعيباتي ما قريتوهاش هذه في المسجد هذا يقولوا له الطرد المركزي تاع الدروج الطرد المركزي جامي سمعت بها واش كاين في التعامي تاريخ التعامي فاش يفكرك ما يفكرك فولو هادي تعامي نهار زدمو الرومان على الأفلاوس ما عرفتيش عمري تكسبيني خسرتيني عمري في البطل لو كان من لولا فهمتيني كنت أنا على قلبي نحاول ما عرفتيش تكسبيني صح قال لك خطرة واحد حابس روح عند طبيب قالها راني كي ندير هاك ما نشوفش طبيب شادلات قبله يده تمام انا لقيناه لاعب تونسي واش سميتك وليد الحارس وليد تاع كابتن ماجد هذاك هو بسام وين راهو بسام بسام هو يعني في قهوه ماشي قهوه وانت يا كاش ما حكمت اليوم تشبك والله ما فهمت انت غارديان البيت اي غارديان تاع كابتن ماجد اي كابتن ماجد واش راه كابتن ماجد خويا هذاك ديما يربحنا حكايتك حكايه وصحه رمضانكم هادو 31 خويا في فليزوراني حنا غير تاع لي بلاك حكايتكم حكايه وصحه رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله حكايتكم حكايه صحه رمضانكم تلمسان الغاليه وحكايتك حكايه حكايتك حكايه سيدي بالعباس حكايتك حكايه من تونس ورمضانكم مبروك كل عام وانتم حيبخير صحه خويا